نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن الظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحقق غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. إحسان الظن من هو معظم في نفس المتكلم من أعظم الأسباب التي وجدناها تؤدي إلى الانحراف والتقليد في الباطل، هو يحسن الظن، والذي في نفسه أنه لا يمكن أن يخطئ هذا العالم، هذا عالم، هذا محيط بالنصوص، كيف يزل في هذا الباب؟ هذا مع الأسف الشديد سبب من أعظم أسباب وقوع كثير من المتأخرين في أخطاء وقع فيها المتقدمون. تجده يقول: كيف تقولون النووي رحمه الله؟ النووي يخطئ في باب الصفات، كيف وهو في شرحه على صحيح مسلم إذا مر بالصفات الفعلية فإنه يؤولها، كيف تقولون هذا خطأ؟ النووي، الإمام النووي يخطئ، الإمام الغزالي يخطئ، هل هذا كلام علمي؟ هل هذه حجة يلزم للإنسان أن يخطأ عندها؟ أو أن هذا كلام عاطفي؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر في ميزان البحث العلمي المتجرد. المقام في التصويب والتخطئة ليس مقام تعظيم وتبجيل وإطفاء ألقاب الثناء والمدح على فلان أو فلان، إنما المقام في التصويب والتخطئة على الحجة والبرهان، فمن كان معه حجة فإنه ماذا؟ مصيب، وإن كان قليل العلم وقليل المنزلة، ومن كان فاقدا للحجة أو معه حجة ضعيفة غير مستقيمة على قانون العلم فإن كلامه باطل مردود وإن كان صاحب منزلة رفيعة. فإحسان الظن هذا إشكال كبير، ولا يتعلق في هذه المباحث في باب الصفات أو حتى في غيرها، بل هذا يعني داء دوي عصف بكثير من الناس حتى أوقعهم في الكفر والعياذ بالله. كثير من المشركين ما أداهم إلى الشرك والثبات عليه إلا إحسان ظنهم بأسلافهم وشرفهم وعظمتهم في نفوسهم، هذا دين آبائنا ودين أجدادنا وهذا الذي مضى عليه أسلافنا، فكيف يكونون على خطأ؟ يثقل عليهم جدا أن يخطئوهم، ولذلك يفضلون أن يتابعوهم على ما هم عليه على أن يتحرروا من سلطة التقليد والتعظيم ويطلبون الحق ويتجردون له، هذا ثقيل على نفوسهم. لكن التقليد وطرد إحسان الظن حتى ولو اقتضى هذا متابعتهم على الخطأ، هذا أسهل على نفوس كثير من الناس، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه